الله كان إذا خير في أمر اختار أيسره على أمته. ليه؟ ليصدق فيه قول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبعد ذلك تأتي رحمته لأمته لتتسع، حتى أن الحق سبحانه وتعالى لما رأى حبه لأمته وحرصه على خيرها قال يا محمد لو شئت، يعني أنت يا محمد، جعلت، يعني جعل الله أمر أمتك إليك. انظروا إلى فطنة النبوة المحمدية، أيقول وأنا آخذ أمر أمتي إلي؟ لا، من رحمته أيضا أنه قال لربه لا يا ربي أنت أرحم بهم مني. لا يا ربي أنت أرحمه. لماذا؟ حيثية هذا أنه أخ للمؤمنين ولكن الله رب لهم، فهل رحمة الأخ تساوي رحمة الرب؟ فماذا قال الله بعد أن تلقى من رسوله تلك الفطنة المحمدية؟ لا يا ربي أنت أرحم بهم مني، يعني استبق أمرهم بيدك ولا تعطني لأني قد أتغير. ليه؟ لأني حادث وكل حادث يتغير، لكن أنت غير متغير فستظل رحمتك لهم دائما. فيقول الله له إذا لا أخزيك فيهم أبدا.